السلام عليكم ورحمة الله اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. في الوقت اللي العالم كيكتشف والدول كتنافس بيناتها باش يكتشفوا كواكب جديدة، وشكون اللي غادي يوصل للمريخ وشكون اللي غادي يستوطن المريخ، وكما كتشوفوا الدول ديال العالم غادي وكتقدم وكيكتشفوا تكنولوجيا جداد. هل اللي كيصاوب الروبوتات، هل اللي كيبغي يكتشف تكنولوجيا ما اكتشفتهاش دول اخرى، هل اللي كيدرس النووي، هل اللي باغي يكتشف شي حوايج اللي مازال ما تكتشفات. فكما كتشوفوا العالم غادي وكيتقدم، ولكن للأسف إلا حنايا في المغرب وبالضبط مدينة مكناس. هذا واحد الصباح ماشي بحال كاع الصباحات في مدينة مكناس. التلاميذ والطلبة ما كيقراوش، عندهم عطلة، والموظفين تاهما عندهم عطلة. فهذا النهار هو المولد النبوي، المولد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس من جميع المدن المغربية كيقصدوا مدينة مكناس باش يمشيو ويشاركوا في الاحتفالات ديال المولد النبوي. فإذا كانت صحاب لك غادي يجيو الناس يحتفلوا ويتفكروا الذكرى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجبدوا السيرة النبوية ويقراوا الأحاديث ويقراوا القرآن، ويجبدوا السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الزوجات ديالو، الأولاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، يهضروا على الصحابة، الحياة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتوما غالطين. فهاد الناس هادو كاملين من سنة 1978 كما كتشوفوا في هاد الصورة، ليومنا هذا سنة 2021 باقيين كيمارسوا واحد الطقوس وكيمشيو يتفرجوا في الشعوذة وشي حوايج اللي ما كيصدقهاش العقل في مدينة مكناس. وكما كتشوفوا في هاد الصور هادو اللي حد الآن كنا كنقولوا ربما الناس تبدل العقلية ديالهم وتكون توعية، ومع المدة غادي ينقرض هذا الشيء. ولكن للأسف ليومنا هذا مازال كما كتشوفوا مدينة مكناس كل عام في المولد النبوي كتشهد هذا الشيء اللي عيب وعار، وهذا الشيء بحال اللي كيورثوه الناس أبا عن جد كما كيقولوا. الناس واخا واعية قارية وكتمشي تحضر لهذا الشيء، ما فهمتش شنو الغاية من هذا الشيء، شنو واش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خصنا نتذكروه في هاد الوقيته ونقراو السيره ديالو ونعرفو شنو دار وشنو كي دار وصل الاسلام للناس قريش في مكه والمدينه. كنتفاجئوا ان هاد الناس هادو كيديروا الشعوذه وكيشربوا الماء سخون وكياكلوا اللحم خضر ديال المعز وكياكلوا الحناش ويضربوا راسهم بالسيوف او بالمواس. فكنشوفوا واحد اللقطات اللي غريبه بزاف وكتخلع. فقط لقى هاد الناس هادو متشبتين بهاد التقاليد وبهاد العادات، وكيديروا داك الشيء بالتنظيم ديالو وبالحوايج ديالو، وداك الشيء منظم بواحد التنظيم كبير باش يدار هاد الشيء وينجح، وكيكون واحد الرواج كبير عند دوك الناس اللي كيبيعوا في داك الجهه، حيت الناس كيجيو من المغرب كامل. فكنلقاو ان هاد الناس مهتمين بهاد الشيء بزاف وعاطين واحد القيمه كبيره، ولا مشيتي دويتي معاه يقدر يسبك ولا وكنت ما عارفش. ففي الوقيته اللي الا كانوا غادي الناس هادو يديروا هادشي في الدين ديالهم، كون لقيت فيهم ما فين وصلوا وما كاين لا مشاكل لا امراض لا. فالناس خصهم يقصدوا الله ويعبدوا الله ويطلبوا من الله. فللاسف هاد الناس هادو كيمشيو ويطلبوا من العبد، كيمشيو عند واحد الطريح ولا كيمشيو عند واحد الشخص اللي كيقول لك عنده البركه وعنده هادي وعنده هادي، ظنا منهم ان داك الشخص غيعطيهم الشفاء ولا غادي يداوي لهم هذا ولا هذا اللي ما مزوجاش غادي يتزوج. فمشكله كبيره في العقيده ديال هاد الناس هادو. كتلقاهم في نفس الوقت كيقولك حنا مسلمين وكيصلي وكيصوم، وفي المولد النبوي كيمشي يقصد هاد الناس هادو ويمشي يتفرج في هاد الشيء ويمشي يطلب من داك الضريح ديال الشيخ الكامل، ولاو كيمشيو يطلبوا منهم الشفاء ويطلبوا منهم، وكينساو الله سبحانه وتعالى اللي هو خلقهم وهو اللي غادي يشافيهم وهو اللي غادي يعافيهم، هو اللي غادي المرأة اللي ما مزوجاش وطلبات من الله يزوجها يجيب لها الله الرجل الصالح، والمرأة اللي ما كتولدش تطلب من الله. اما الانسان ما عنده ما يعطيك فهذاك الشيء مجرد واحد اللعبة نفسية كيلعبوها عليك هذوك الناس. فاي واحد غادي يجي وغادي يقول لك انا غادي ندير لك هادي وغادي تشافى، فانت نفسيا من بعد ما كيدير لك ديك الطريقه ولا تيحط عليك يدو، فنفسيا انت خدعه، كتحس براسك بلي راك نقص عليك داك الشيء ولا مشى لك. فهاد الناس هادو كتشوف واحد المشاهد ما يمكنش ما كنشوفهاش حتى في الافلام، كيجيبوا جدي وحي
وكيتقاتلوا عليه كما كتشوفوا، وكيطيروا له الجلده ديالو وياكلوه هو حي وباقي كيفركل. واحد المشاهد ما يمكنش ومشمئزه والدمايات وكما كتشوفوا. فلا حول ولا قوه الا بالله، ما هاد الناس هادو ما محسوبينش على الاسلام والمسلمين، وهذا الشيء ما كيقولوش الدين ديالنا. ولا حول ولا قوه الا بالله. فغيكونوا بزاف كيتسائلوا بحالي، غيقولوا شنو هو السبب ديال هذا الشيء، من جا هذا الشيء، وشكون المسؤول على هذا الشيء واللي دخل لنا هذا الشيء لمدينه مكناس، من جات التقاليد وهاد العادات اللي ولات الناس بحال كتعبد هذا الشيء، خص كل مره في العام توجد باش تمشي لهذا الشيء، والناس في مدن بعيده ويوجدوا قبل بيومين وقبل ثلاث ايام باش يكونوا في مدينه مكناس ويمشيو يزوروا هذا الشيء. فلا حول ولا قوه الا بالله. كما كتشوفوا هو هذا كيضرب يدو وكيقول لك غادي نعطيكم البركه، ما عندكم البركه. فسبحان الله، من كتشوف هذا الشيء كترجع لدوك الاجواء ديال شحال هذه قبل ما يكون الاسلام، من كانوا الناس كيعبدوا الاصنام وكانوا كيعطيو دوك القربان، كيعطيو القربان لدوك الاصنام وديك الالهه ديالهم اللي كانوا تيقولوا شحال هذه. فما كتلقاش زعما ما كاينش فرق، بحال من داك العهد ديال الجاهليه وباقا هاد الجاهليه الجديده اللي كاينه دابا. فبحال هاد المناسبات هادو خصنا نذكروا فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوفوا السنن ديالو والحياه ديالو والاولاد ديالو والزوجات ديالو والصحابه رضي الله عليهم. فكما كنشوفوا هنايا في هاد الورقه، لما كان دين الاسلام يامر بترك الشرك ويساوي بين الساده والعبيد في الحقوق والواجبات ويحث على تحرير العبيد، كان ذلك كله مما يغضب ساده قريش. فكانت الدعوة في بدء أمرها في البداية كانت غير سرية لمدة 3 سنوات، حيث كان المشركون حفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا بالسيف. وممن سبق إلى الإسلام أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وحتى ولد عمو علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي كان صبي يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم هؤلاء في أول أيام الدعوة، أسلموا في البداية ديال الدعوة ديال الإسلام، واستمرت الدعوة سرا غير بالزكاة وبالتخبية باش كانوا كي نشروا الإسلام. تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وتتحمل عبء تبليغ الرسالة والتمكين لها. نزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والجهر بها. ففي الوقت اللي كانوا كيديروا الدعوة إلى الإسلام بالسر وغير بالتخبية، غيولي الرسول صلى الله عليه وسلم هبط عليه الوحي وخصو يولي يدير الدعوه بالجهر، يخرج الناس نيشان، ما بقاش داك السريه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم كينشر الدعوه ديال الاسلام. فخصنا هاد الشرك وهاد الشيء ديال السحر والشعوذه نحيدوه من المجتمع ديالنا، فما حتى هو كاين، ما حتى حنا كنعيشوا المصائب والكوارث. فالله يهدي هاد الناس والله يرد بهم، والله يهدي جميع المسلمين والمسلمات. وكنشكركم على المشاهده، وما تنساوش تشوفوا السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، راه كاينه دابا الانترنت، كاين اليوتيوب، كاين كل شيء سهل، المعلومه سهل باش تجبدها. فشكرا على المشاهده، ونلتقي في حلقه اخرى.